السلام عليكم ورحمة الله. الزرف اللون رمضان العمامرة يبدو أنه راحت له البوصلة وبقى عايش في عالم آخر. عمل اجتماع البارح في وزارة الخارجية مع الإطارات الوزارة وذكرهم باللي التسمية الجديدة تاع وزارة الخارجية ولات تحمل فيها تزادولها وزارة الشؤون الخارجية والجالية في الخارج، يعني باللي راهي تهتم بالجالية مليح. ويقول باللي هذا التغيير راهو جاء يعبر على اهتمام رئيس الجمهورية بالجالية الجزائرية في الخارج. ما شاء الله بارك الله فيه، هو وتبون راهم يخمو في الجالية. ولكن السيد ما حبش عند هذا الحد وين يكشف باللي راهو عايش في عالم آخر، مزالو ما على بالوش راهي تقاسي الجالية منذ تعيين تبون وتزوير تبون حطوه رئيس جمهورية، ما على بالوش. نسى باللي الجالية الجزائرية قاطعت الانتخابات الرئاسية، ما صوتوش ما فوتاوش. انسى باللي الجالية الجزائرية قاطعوا ثاني الاستفتاء تاع الدستور. انسى ثاني باللي الجالية الجزائرية في الخارج قاطعت التشريعيات تاع جوان الأخيرة. انسى ثاني باللي الجالية الجزائرية راهي تفضح في العصابة في جنيف امام مقر الامم المتحدة وفي شوارع باريس. هذا كان نسى انه الحراك الجالية نقلاته الى باريس لما اشتدت عليها شد على الشعب الجزائري القمع فر عليها. وبالتالي رخيص المرادية رخيص الجزائر عاقب هذه الجالية، هو والعصابة اللي معاه عاقبوها، ما تدخلوش الجزائر، وكأنه الجزائر ملكية خاصة. ناس قعدوا أكثر من شهر في مطار شارل دوغول ترمينال 3 وما دخلوش الجزائر. الناس لما تجي تدخل الجزائر يقولوا تخلص 700 اورو البي، ولما يروح يركب يقولوا ما كانش طياره، واللي يركبوا يقولوا تزيدوا تخلصوا حق لوتيل وتريحوا 5 ايام في لوتيل وتزيدوا تخلصوا تيست بيسير روح داخل. عقوبات اللي عمرها ما صارت. ناس من الجالية وصلوا للجزائر وطردوهم، قالوا تعال ترجعوا. شوفوا الشماتة اللي راهم دايرين في الشعب الجزائري. ويجي سي رمضان العمامرة يقول لك انه الدولة الجزائرية راهي تهتم بالجالية وراهي تحب تخلق جسور مع هذه الجالية الجزائرية. لما يقولك نخلق جسور يعني ما كان جسور، نخلق جسور صح. ويقول لك نطلب من الجالية الجزائرية أن ندعوها باش تساهم في البناء الوطني كما ساهمت في الماضي. هذا رمضان العمامرة اللي كنا نقول عليه دبلوماسي محنك ونقولوا عليه انه عنده كفاءة دبلوماسية، ونقولوا لعنة الله عليه ولا خبيث حتى هو كيفهم وكذاب ورخيص وولد حرام هذا العمامرة. نقولوا له هكذا لانه اللي يتعامل مع ولد الحرام ويجي يتكلم لغة الخشب ويتجاهل هذا يسمى يحقر في الجالية. ما على بالوش هذا النذل تاع العمامرة بالشعب الجزائري
اللي عاش في الخارج، الجالية الجزائرية فيها كفاءات وكفاءات قادرة تخدم البلاد وتخرجها من الغرقة اللي راهي فيها، راهي محرومة من خدمة بلادها. الكفاءات راهي محرومة من خدمة بلادها، أطباء، مهندسين، شوف في كل المجالات، في كل المجالات محرومين من خدمة بلادهم، ويجي الرخيص هذا تاع العمامرة ويقول لك نبني جسور مع الجالية. صباح الخير، 59 سنة من بعد باش فكرت؟ لا يا سي، الجالية لما كانت محترمة كانوا ولاد الجالية يجوا يؤديوا الخدمة الوطنية في الجزائر، ويعود قادر يدير عام في فرنسا، يرفض يدير عام في فرنسا ويجي يدير عامين في الجزائر من رتبة جندي إلى رتبة ضابط. دحلب مصطفى دحلب لاعب كرة قدم ما شاء الله، كان قادر يكون هو ذاك الوقت زيدان في عصره، رفض يحمل القميص الفرنسي، وغير مضى أول عقد تاعو محترف طبق الملف وجا الجزائر ولعب كهاوي في شباب بلوزداد عامين، ولعب وجاي يؤدي الخدمة الوطنية تاعو. هاي الجالية، كانوا الجالية الجزائرية كل صيف يجيو طلبة ناس مولودين في فرنسا مربيين في فرنسا، ويجي كل صيف يعدي شهر في القرى الجزائرية يحتك بالفلاحين. كانوا الطلبة جزائريين مولودين في فرنسا ما يعرفوا والو على الجزائر، يجي غير يدير الباك تاعو في فرنسا، يجي يدرس في الجامعة الجزائرية، الجامعة الجزائرية كانت عندها مستوى، يجي الرخيص تاع العمامرة يقول لك تساهموا في بناء الوطن. كانوا يساهموا ناس تخرجت من الجامعات الأمريكية، من جامعات ألمانية، من جامعات فرنسية، من جامعات بريطانية، يتخرج ياخذ الدبلوم تاعو يجي للجزائر ويخدم في الجزائر، ما يقعدش لهيه. اليوم ناس مهندسين في الذرة ومهندسين في كذا منا حتى يجي ما يسبش واش يخدم، ما يسبش واش يدير. من عايش هاد العمامرة هذايا؟ عايش اما في الخارج اما يجي يعيش مع الرخاص، رخصوه كيفهم. على هذه اليوم نلعنوه لعنة الله عليه، لانه اصبح نذل كيفهم، واصبح خديم واحد من ازلام العصابة، خبيث. يجي اليوم يضحك على الجالية ويقول لك نعملوا جسور، وانه رئيس الجمهورية مهتم بالجالية، على هذه غير تسمية وزارة الخارجية وضافوا لها وزارة شؤون الجالية، مسخر. هذا زعما نقول عليه دبلوماسي واحد. كان جا عنده غرام نيف يا اخي، ياكل في الخبز في الخارج، يخدم في مؤسسات دولية، وجايبوا العصابة، وعلاش يخدم؟ ولكن الدم، الرخص يسري في دمه، الرخص والذل يسري في دم العمامرة. على هذه اللي جاي يخدم العصابة، لأنه يحب يكون من أزلام العصابة. الله لا يتربحوا هو وجميع من حطوا على رأس وزارة الخارجية، بس يجي يضحك على الجالية، لأنه هذا يعتبر احتقار للجالية. ما على بالك شو راه صار الجالية، ما على بالك بلي الناس محرومة تدخل تعدي فاكونس في بلادها. أنه الجزائري، العامل الجزائري في الخارج، جيران التوانسة والمغاربة يروحوا لبلادهم يصيفوا، وهو قاعد في فرنسا ماهوش قادر يروح يزور بلاده، يروح يزور عائلته اللي مات له باباه، اللي مات يماه، اللي باباه مريض، اللي هذا كامل العصابه ماهيش مرعيته، ويجي هذا النذل هذا تاع العمامره يدير الحكم اللي ما كان والو. ربي يقدر الخير لبلادنا، والله لا يتربح هذه العصابه، والله يبعدها هذه على بلادنا. السلام عليكم ورحمه الله. صحفي.